في واحد عاوز حضرتك، بيقول اسمه لست حسن. حسن؟ طب خليه يدخل بسرعة وأنا هجي لك على طول. خليه اسأليه بس يشرب إيه. حاضر. أنا مبسوطة قوي إنك جيت زي ما قلت لك. إزيك يا نبوية؟ نبوية نبوية، على قلبي زي العسل. أنت واقف ليه؟ أقعد. ماشي. حسن، أنت الوحيد اللي أنا حبيته. وأنت الوحيد اللي ممكن تفهمني. أنا عشت طول عمري فقر وحرمان وذل. لما جالي ناجي كان فرصة كبيرة قوي، ما كانش ينفع اضيعها. رغم اني وصلت للحلم ده كله، برضو فضل حاجة ناقصاني مهمة قوي. حاجة ايه؟ يعني شوية تظبيط عفشة وبتاع وهتبقى العربية زي الفل. يعني الحب يا حسن، الحب اللي ما عشتوش غير معاك انت. فاكر ايام حبنا يا حسن؟ الحب انت بدأتي من زمان يا نبوية مش انا. وبعدين انت خلاص دلوقتي ست متجوزة وانا راجل متجوز. بقولك ايه؟ ما بقاش ينفع. الحب ملوش دعوة بالجواز يا حسن. دي مشاعر مش بإيدينا. انت ما عدتش تحبني ولا ايه يا حسن؟ الا بالحق، هو انا ما فرجتش على السرايا؟ لا. انا افتكرت اصلك المره اللي فاتت كنت محموق قوي يعني وما ادتنيش فرصه افرجك. تعالى تعالى نفرجك عليه. تعالى. لسه في حاجه غير هنا؟ ايوه تعالى بس تعالى. بس السرايا على حق ربنا. هتعجبك قوي. هي عجباني من زمان. بقول لك انا بويا، انا خلاص ما بقتش قادر بقى. ما كفايه لحد كده. ده انا قتلك. اللي بدا المشوار لازم يكمله يا حبيبي. ايوه بس انا ما بقتش قادر ابص في وش مراتي. ايوه وانا ما اقدرش اعيش من غيرك يا ستي. ولا انا اقدر اعيش من غيرك. طب وجوزك؟ هتطلق. ايه؟ هتطلق يا بنت المجنونة. بحبك. بموت فيك. والله بحبك. طب ما تقومي بقى تشوفي ضيوفك. لا خليني قاعدة معاك شوية. أحسن حد يشوفني بس، ما كفاية كده. طب هشوفك بكرة؟ هخلص ورشة وأكلمك. ماشي. بقول لك. بحبك. بموت فيك. والله حاجة على حق ربنا. يا ده سعد، ده انت لابس زي خير رمضان ولا ايه اللي انت لابسه ده؟ اهلا يا عم. انت تايه ولا ايه؟ تيجي اروحك الحارة؟ تروحني؟ ده انا اروح بلدك. طب ماشي ده انت باين عليك على الاخر. طب قول لي فين الباب منين؟ تعالى من فوق اهو. ما تعليش حسك في الحمام، أحسن تتلبسي.
في واحد هنا. ايه ده؟ مين ده؟ مين المجنون اللي نايم بهدومه في الحمام مش خايف هدومه تتبل؟ تقولي مين؟ مش عارف، يمكن حازم صاحبك. لا حازم مجاش، مراته ركدت عليه. طب ممكن شريف ابن خالتك؟ لا شريف عربيته عطلت في الدائري. طب تيجي نرفع الماسك اللي على وشه ونشوف مين. فكرة حلوة، بس بشويش عشان ما يصحاش. صح، مش وش خالص، بس ما قلناش انا اللي هشيل الماسك ولا انت. لا لا، انت راجل، انت تشيله، انا بتكسف. انا الراجل، انا اللي هشيل. الشغالة قالت إنها آخر مرة شافت حسن في الجنينة معاك يا سعد. هو سألني البوابة منين وبس. وبعدين؟ شاورت له عليها ومشيت. بس؟ لا، وبعد كده رجع سألني الحمام منين، أصله كان محصور. وريته مكانه فين ودخلت وراه وقتلته. وأنا أقتله ليه؟ هو كان جوز أمي. عشان مصاحب أختك من ورا جوزها. وانت طالع زي ابوك، شايف وعارف وساكت. انا مش زي ابويا. بحبك يا نور. وانا بموت فيك. انت القلب كله على حق ربنا. تدلع كمان. ربنا بيحبنا يا نور عشان شفتك انت. حبيبي يا معلم. قومي بقى لحسن حد يحس بيها. ماشي. بقولك بحبك. بموت فيك. يا ده سعد، ده انت لابس زي خير رمضان ولا ايه اللي انت لابسه ده؟ اهلا يا عم. انت تايه ولا ايه؟ تيجي اروحك الحارة؟ تروحني؟ ده انا اروح بلدك. ماشي ماشي، ده انت باين عليك على الاخر. طب قول لي فين الباب بجد؟ تعالى من فوق اهو. طب استنى بس، عايز اروح الاول بس التواليت عشان محصور. برضو من فوق. تعالى. ماشي. تعالى يا ايوه، انا اللي قتلته برقبه ازازه عشان وقتي وابن 60 كلب. وانا راجل دمي حامي، انا مش عيل. انا كان كل العيال في الحته بيعايروني بيها. كان لازم اقتله عشان اثبت لهم اني راجل، وكنت ليه وقتلها يا كمان.